التحالف الإسرائيلي المعارض الذي كان يهدف إلى إسقاط حكم نتنياهو بات اليوم رهن الانقسام. موشي يعلون وزير الدفاع السابق أعلن وحزبه الانشقاق عن أكبر تحالف حزبي معارض في إسرائيل، معلنا خوضه الانتخابات ضمن قائمة جديدة تحمل اسم التغيير. دولة إسرائيل تمر في أسوأ أزمة قيادة عرفتها، فمن يترأس حكومتنا موجود في تضارب مصالح مع دولة إسرائيل، هو يمنع عنا ميزانية عامة ويمنع تعيين مسؤولين. لم يكن هذا الخطاب هو البادرة الأولى للانقسام في تيار المعارضة، فالقائمة النيابية المشتركة التي تمثل الأحزاب العربية في الكنيست وهي ثالثة القوى البرلمانية تواجه أيضا مخاطر التفكك. والنتيجة اليوم في اليمين الوسط المعارضة، الانقسام بالمعارضة خاصة في حزب لبيد اللي كان رئيس المعارضة، هذا بدل على أنه ما زال نتنياهو يمسك خيوط اللعبة بذكاء وبخطورة. تفكك قوى وقفت أعواما في وجه نتنياهو وحكمه يوازيه أيضا تفكك محوري واضح في تيار اليمين المنقسم على ذاته أصلا، ما يرجح ترحيلا للأزمة السياسية إلى أجل لا يبدو قريبا. تشكل الانشقاقات والاصطفافات الحزبية الجديدة في إسرائيل معضلة في قراءة المشهد السياسي المستقبلي، كما تهدد قوة تيار طالما عول عليه في أوساط المعارضة الإسرائيلية في إسقاط حكم حزب الليكود اليميني ورئيسه نتنياهو. أمير خطيب، التلفزيون العربي، القدس.